وينهم هدول لهلأ؟ معلم ثروت تعرف الغايب عذره معه، بس الإنسان بيتصل بيطمن اللي انشغل بالهن عليه. وعلى شو انشغل بالك بالضبط أخي ثروت؟ بدي أعرف إذا الريس استلم عن جد أو لا. الريس بالأصل ريس، بلالة هالحكي الفاضي. لك ما بكفي صار نقر لي راسي، لا تزمر. خلاص ما في داعي لكل هاي الحركات، شو نحن بعرس؟ والله يا أخي بدك تسمح لي، أنا من زمان ما فرحت لهالدرجة هاي. خليكن هون. حسب ما فهمت من هالزمامير مبروك عليك الزعامة يا رئيس. ايه تسلام. انا عينتك رئيس المفتشين يا ثروت. شكرا كتير رئيس. لك شو بدي اعمل معكن يا ربي، شو بسوي فيكن؟ عدنان شغل الموسيقى، بدنا ندبك كلياتنا سوا. شو هادو لك؟ شو صار لكم مبلشين زمامير وموسيقى ودبكة؟ لا تخليني اضربك هلا. ها بس ماني قدران خبي فرحتي، صدقني رئيس هي هي كل القصة. بدي اسحب فرحتك هي من زلعيمك، خلوه ينزل لتحت بلا ولا شي. مو معقولين كيف صايرين، بالعادة قلال المجانين بس انا بيطلعوا لي بالسحبة. الله يصبرني. شو قتلتوا أونال؟ لا بس اتقلع من على الطاولة، قلب أصلان صار مكانه. اللي صار أسوأ من موته. مبروك قلب أصلان. ايه بتحب تشوف التقارير اللي عملت لك ياهن؟ إذا اشتغلنا كلياتنا بشغل الحديد اللي موجود عندك رح نأسس إمبراطورية ضخمة. بلا ما نفوت بالمصالح الشخصية أخسر. ما قلت هيك من شاني، يعني من شان الكل. نصيحة، لا تخلوا أخي عيط من أول ليلة. يلا